وكل شيء ضروري نكتب ساعة ساعة ننبه ساعة ساعة وباتصالات غير مباشرة ننبه. أنا عمري ما تخليت على النظام. راني نقول أنا نقول باللي البلاد بحاجة إلى شيء جديد. الشعب اللي خرج يوم 22 فبراير عطانا فرصة، عطى فرصة للنظام، عطى فرصة للبلاد باش تدور الصفحة تاع 30 سنة من الإرهاب. مازال الإرهاب للضرب 30 سنة، مازال 30 سنة تاع رشوة. قال لهم أولدي نعطيكم فرصة ندوروا الصفحة، نسمحوا للناس نعاودوا نبنيو شي جديد. اللي دار بزاف نقدروا نعاقبوه، اللي دار شوية قال اسمع رد والله نعفيو عليك. مش مشكل، مشكل قدام البلاد. كاين بلاد اسمها الجزائر، كاين فيه مشروع سميه مشروع الجزائر، مشروع الدولة الجزائرية. هذه مع الأسف الظروف اللي رانا فيها اليوم نكذب عليكم ونقول لكم إذا كان نقدر نحققها بالشروط هذه اللي موجودة. بس كل واضح أنا ما نيش مولف النافق، أنا عمري ما كذبت على الناس. ما نقولش كل الصح لأن كاين أشياء ما نقدرش نقولها، ولكن الشيء اللي نقوله هو الجزء من الحقيقة، موش كل الحقيقة، جزء من الحقيقة. ولهذا أنا ما نكذبش عليكم حتى وغدوة راني منتخب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب رئيس، ما نقدر ندير والو. ما نقدرش نكذب عليكم بعد ما انتخبوا عليا تقولوا لي واش درت، نقول لكم ما نقدرش. تقول لي علاش غلطتنا سي محمد؟ أنا ما نغلطكش من اليوم، أنا على بالي واش يقدر يوقع واش ما يقدرش يوقع. باش يكون واضح، واضح معاكم هكا بكل وضوح. جزاكم الله خير، كثر خيركم، جيتوا حتى لهنا، تعبتوا وشقيتوا. كاين اللي جاي من بعيد، كاين اللي جاي من نعرف، كاين بعض الوجوه ما نعرفش الكل، بعض الوجوه نعرفها على بالي منين جايه من اطراف الجزائر. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، وتمنيت انني نقدر نلبي لكم الرغبه تاعكم. باش نلبي لكم الرغبه تاعكم لازم تكون حقيقه، موش وهم، كل واضح موش وهم. انا ما نقدرش نقول لكم هي هم بعد ما كان والو، ومن بعد ما خلوني فهم داروا لي صعوبات. كانش المسؤولية تكون كاملة من الأول لآخر. أنا دائما كنت أقول أنا مسؤول حاسبوني، أنا أول واحد من طلبت باش نتحاسب، أنا أول واحد في الحكومة اللي رحت للمجلس قلت لهم عام من بعد حاسبوني. هذا هو دونك. أنا ما نقدرش نقول لكم درك، نوعدكم نقول لكم باللي راح نترشح. هذه ما كانش الظروف يقدر تتغير. الباب مفتوح، أنا مناضل، الباب ما يغلقش، المناظر عمره ما يغلق الباب، لان دائما الامل موجود. سيد الرئيس خلي الباب مفتوح الاسبوع الجاي، راح يجيك الشعب الجزائري كله. ما هوش هذا، ما خليناهمش يجوا، ما قلتم هو عين الصواب. انا عندي التجربه تاع 99، نعم، وشفنا بعينينا كيف. سالي ما نعاودوش كره، ما جيناش باش نديروا سياسه، قرروا ونحن هنا. جزاك الله خير، جزاك الله خير. الان الوضع اللي رانا فيه، الشباب اللي قاعد يشوف ان الافق تغلقت صح، الافق مغلوقه، وهما يشوفوا لعل تنقد والو ما يمكن انقاذه. لا لو كانت كل الفرصه باش ننقد عمري ما نتردد. راني نقولها لكم، هذا هو الهدف، هذه اللي ما نترددش. انا الباب ما نحتاج باش تجيو تقولوا لي هذه، كي تكون الفرصه ونعرف باللي نقدر ندير حاجه نديرها. سيد الرئيس نقول لك الحاجه باك، والله شباب ما عاشوش المرحلة تاع أنا عندي مدة وانا نحط في الصور وندير في التعاليق. عيطوا لي شباب من البويرة مستعدين باش يساهموا.